نشرة لآخر وأهم الأخبار، أهلا بكم، والبداية بالعناوين. الاحتلال الأمريكي يقر باستهداف قاعدته في منطقة الشداد بريف الحسكة. أمريكا التي إيران مبارك. السيد علي الخامنئي، مخططات الولايات المتحدة لاستهداف سوريا باءت بالفشل. لحماية الجناح الشرقي من الناتو، تدريبات بمشاركة واشنطن في بولندا. أهلا بكم. نقلت مصادر ميدانية أن الجيش العربي السوري عزز نقاطه في ريف دير الزور الشرقي، لا سيما في منطقة الميادين. بالمقابل عززت القوات الروسية من تمركزها في نقاط أقيمت في محيط بلدة مرات بريف دير الزور الشمالي الشرقي قرب قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو. وبحسب المصادر زودت القوات الروسية نقاطها بمضادات طيران أرضية، وعملت على حفر خناطق للدبابات ومرابض لطائرات الهليكوبتر في بعض المواقع. أقرت قوات الاحتلال الأمريكي بأن هجوماً بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدتها في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبية. وفي السياق أفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن استنفاراً كبيراً لقوات الاحتلال تشهده مدينة الشداد وريفها، مع تحليقاً مكثفاً للطيران المسير والمروحية في سماء المدينة وانتشار كثيف لمسلحين الإشا قسد. وفي معلومات نقلتها مصادر ميدانية غير رسمية، أجرى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة تدريبات بالأسلحة الثقيلة في محيط منطقة التنف. قاعدة الاحتلال الأمريكي في مساكن حقول الجبسة بالشداد جنوب محافظة الحسكة تحت نيران المقاومة الشعبية التي أمطرت القاعدة بقذائفها التي تعبر عن إرادة السوريين الرافضة للوجود الأمريكي والمؤكدة على أن هذا الاحتلال يجب أن يغادر. فجأة حولت صواريخ المقاومة الشعبية ليل قاعدة الاحتلال الأمريكي إلى نهار، مستهدفة إياها بأربعة صواريخ، ما استدعى تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمروحي للاحتلال الأمريكي واستنفارا بريا على الأرض. القاعدة التي تبعد عن أقرب نقطة لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري نحو 70 كيلومتر تعرضت للقصف من داخل مناطق سيطرة قسد في الريف الجنوبي في الغالب، وهو ما يعني أن هناك بذور لمقاومة شعبية تظهر في هذه المناطق ستضغط على المحتلين حتما لإخراجهم من المنطقة التي يحتلونها. لا تمر مشاهد سرقة الاحتلال الأمريكي لأرتال من النفط والقمح والعقوبات التي يدفع ثمنها المواطنين معاناة يومية دون حساب، ولو كان حسابا شعبيا محدودا لكنه يبنى عليه ليكون أساسا لمقاومة شعبية تكسر المحتلين وترغمهم على مغادرة البلاد عاجلا أم آجلا. أيهم مرعي، لقناة سماء، محافظة الحسكة. جدد السفير حسام الدين آل مندوب سوريا الدائم في جنيف المطالبة بالرفع الفوري للإجراءات القسرية وأحادية الجانب الغربي ودعم جهود سوريا لتطهير أراضيها من شرور الألغام والإرهاب والاحتلال الأجنبي. وخلال الاجتماع 20 للدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد، نوه السفير آل بمساهمة الجيش العربي السوري في إزالة أكثر من 50,000 عبوة ناسفة و84,000 قذيفة غير متفجرة و45,000 لغم متنوع. يقود الجيش العربي السوري جهود تنفيذ خطط تطهير المناطق الملوثة بالألغام بالإمكانيات المتاحة، حيث قامت القوات المسلحة بخبرات وطنية بإزالة أكثر من 50,000 عبوة ناسفة و84,000 قذيفة غير منفجرة و45,000 لغم متنوع، وطهرت أكثر من 55,000 هكتار من الألغام والزخائر، فيما تتواصل جهود سبر واستطلاع المناطق الملوثة بالألغام تمهيدا لتطهيرها. ولتعزيز الإطار المؤسسي تم في حزيران من العام الجاري
تأسيس اللجنة الوطنية المعنية بإزالة الألغام برئاسة وزير الخارجية والمغتربين، وتم وضع المعايير والمبادئ التوجيهية التقنية التي ستحدد إطار العمل التشغيلي لجميع الإجراءات المتعلقة بالألغام في سوريا وبما يتماشى مع المعايير الدولية. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لاستهداف سوريا وغيرها من دول المنطقة بسبب مواقفها المبدئية، ولكن مخططاتها باءت بالفشل. وأضاف السيد الخامنئي أن ما تريده أمريكا منا هو التخلي عن كل خطوطنا الحمراء. العدو يسعى للسيطرة على العقول عبر بث الأكاذيب، وما تريده أمريكا منا هو التخلي عن خطوطنا الحمراء كلها. الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لاستهداف سوريا وغيرها من دول المنطقة بسبب مواقفها المبدئية، ولكن مخططاتها باءت بالفشل. وفي سياق الأحوال الجوية التي تعيشها سوريا عموما ومنطقة الساحل السوري على وجه الخصوص، ضرب تنين بحري سهل ميعار والمطار في محافظة طرطوس مسببا أضرارا كبيرة في البيوت البلاستيكية. معنا جيراننا أنه في تنين بحري ضرب البيوت، جينا بالليل تحت الشتاء طلعنا ولقينا الصورة مثل ما شفتوها. نطلب من جهات المعنية، من جهات المعنية تطلع فينا بها رزق، يعني الحمد لله رزقنا وخسائرنا كبيرة كتير يعني. سبحان الله لا إله إلا الله، ما لنا حظ بشيء. وكأن هموم الدنيا على كتفيه، يحمل ما تبقى من غطاء بيوته المحمية ويحاول إصلاح ما دمرته العاصفة. أكثر من 30 بيتاً بلاستيكياً هي حصيلة التنين البحري الذي ضرب محافظة طرطوس في قرى المنطار وسهل ميعار وسهل يحمور، نتج عنه خسائر مادية كبيرة تقدر بالملايين. صار عندنا تنين هوائي بحري، في 3 تنينات مبارح صاروا عندنا، واحد بمنطقة الهيشي بمركز إكسار بيزار تابع مباشرة للمؤسس إكسار بيزار، والثاني هون بمنطقة سهل ميعار، والثالث بمنطقة سهل يحمور. نحن اليوم عم نعمل عملية حصر للأضرار ومسح دقيق لنتائج هالتنينات هي وشو صار، بعدين رح نرفع جداول مفصلة بنوع الضرر وحجم الضرر ونسبة الضرر، ونرفعها لمديرية الزراعة، ومديرية الزراعة ترفع للجهات المختصة بمعالجة هذا الموضوع. بتاريخ اليوم بتاريخ 26/11 بتوثيق الأضرار بحضور عناصر من اللجنة المكانية المسؤولة عن حصر الأضرار وتنظيم تقرير الكشف الميداني. أهالي المناطق المنكوبة تمنوا على الجهات المعنية التعويض السريع عن الأضرار، خصوصا أن الموسم الزراعي لا زال في بدايته والخسارة كبيرة. جينا تفاجأنا نحن بالوضع، طلعنا هيك بالبيوت لقينا البيوت كلها على الأرض، يعني نحن ما بنعرف، ما شفنا شيء غير انه يعني طلع بشوفت عينك الرزق، يعني احوالنا نحن تحت الصفر، وحاولنا نحن نقلع من جديد. جينا قلنا السنه بدنا نزرع باذن الله، يعني مثل ما انك شايف زرعنا وتعبنا لهين وحطينا كل مجهودنا وكل دخلنا فيهين، والحمد لله حكوا معنا الشباب مبارح قال ضارب التنين بالاراضي هون. اضرارنا لا تحصى، والرزق فيها مسح وجنه، النايلو غالي، نتمنى من الكل شيء الإخوان اللي حاضرين ينظروا بل ويعوضونا، أو بس يبرموا يشوفوا الأرزاق اللي خربت. بس لفت النايلو مليونين، الخيطان، الشتل، البزر، النايلو، الأسمدة، هلا أبدنا غير التعب اللي ما نتعبه هلا. قد يكون التأمين الزراعي أداة هامة للتعويض على المزارعين المتضررين، لكن وبحسب الجهات المعنية لا زال الإقبال على التأمين في أدنى مستوياته، علما أنه الكفيل الوحيد الذي قد يعوض أي خسارة قد تصيب الإنتاج الزراعي. من طرطوس لقناة سما، علي الكنج. أطلقت محافظة الرقة حملة التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين من التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة عبر 35 مركزا ثابتا وأربعة مراكز محدثة، وعبر 35 فريقا جولا يغطي مختلف المناطق ويشارك بها 350 عاملا صحيا من كوادر مديرية صحة الرقة. وتشمل الحملة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، واستمرت لمدة 5 أيام.
بهدف تحصينهم من الأمراض الخطرة. تتواصل في محافظة الرقة حملة التلقيح الوطنية للأطفال المتسربين، وذلك في جميع المراكز الصحية بالإضافة لعدد من الفرق الجوالة. الهدف الوصول إلى 29 ألف طفل لم يسبق لهم أن تلقوا اللقاح أو فاتتهم جرعة من جدول زياراتهم المراكز الصحية. في هذا المجال يعمل 350 عنصر من كوادر مديرية صحة الرقة عن طريق 35 مركز لقاح مركز صحي ثابت، بالإضافة إلى 35 فريق جوال يجوب أنحاء محافظة الرقة وريفها. نحن نقدم اللقاح، حملة اللقاح الروتين للمتسربين تبدأ من 20 إلى 24 الشهر. نستهدف المراكز البعيدة عن المركز الصحي. نتمنى من جميع الأهالي إحضار أطفالهم لتلقي اللقاحات. حتى المماخذ اللقاحات احنا نستكملهم لقاحات مع إبراز بطاقة لقاح للطفل. اللقاح فعال وآمن ومجاني من وزارة الصحة. تم انطلاق حملة اللقاح الوطنية لمتابعة المتسربين من 20 إلى 24 الشهر. تضمن الأطفال من عمر يوم الخمس سنوات، واللقاح آمن وفعال مقدم من مديرية صحة الرقة. اللقاح يعطى للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، وكذلك للذين لم يتلقوا الجرعات في الأوقات المحددة لها. هذا وقد دعت مديرية الصحة الأهالي إلى ضرورة اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية والتعاون مع الفرق الجوالة. جميع المراكز الصحية تدعو إلى لقاح الأطفال من عمر يوم حتى الخمس سنوات، وأحضرت أطفال للقاح. جيت ألقح بنتينا عن الأمراض، وأنصح العالم تجي تلقح، يعني لقاح ببلاش يعني مشان ما يصيبهم أمراض. الحملة استمرت لخمسة أيام واستهدفت 29 ألف طفل في المحافظة كاملة عبر المراكز الثابتة والفرق الجوالة. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا فلسطينيا عقب اقتحام منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة المحتلة. بالمقابل أعلنت كتيبة بلاطة أن مقوميها أطلقوا صلية كثيفة من الرصاص تجاه القوى الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم، وهو ما أجبرها على الانسحاب. دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الكيان الإسرائيلي إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء التي تنفذها قوتها بحق الفلسطينيين. وأدان الاتحاد الأوروبي هدم جيش الاحتلال مدرسات إصف الأساسية الممولة من الأوروبيين في مسافر يطا جنوب الخليلة. وأوضح الاتحاد أن هذا التطور غير المقبول يأتي في الوقت الذي ما يزال فيه 1200 فلسطيني في مسافر يطا يواجهون خطر الترحيل القسري. في خلاف علني انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس بلدية كييف بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء وتدفئة بعد الضربات الروسية. هذا وزعمت سلطات كييف أنها أنشأت ما يزيد عن 3700 ملجأ للطوارئ وسط انقطاع إمدادات الطاقة، وذلك بالاعتماد على مساعدات غربية. هذا فيما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ثلاث محطات للطاقة النووية الأوكرانية تمت إعادة توصيلها بمصادر خارجية للتزويد بالطاقة الكهربائية. تنتظر كييف مولدات تعهدت بها واشنطن وباريس. شاركت قوات لحلف الناتو في مناورات شمال بولندا، وهي منطقة ذات أهمية بالغة لأمن الجناح الشرقي للحلفة. هذا وبيّنت الدفاع البولندية أن تدريبات توماك 22 ضمت 2000 جندي من القوات البرية والجوية، وشملت تدريبات على عبور المياه والهبوط، بينما نفذت قوات أمريكية عبر استخدام دبابات أبرمز محاكات مطاردة للعدو. وعلى وقع موازن صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأن النزاع في أوكرانيا سيشكل مشكلة جدية بالنسبة لألمانيا وفرنسا هذا الشتاء. شمال بولندا الجناح الشرقي للحلف لا فرق. ما هو مهم أن بوصلة الاتجاهات تتعقد أمام النيتو للصمود في وجه العاصفة الروسية التي تضرب برودتها عظامه لتنذر بالمزيد من ضعفه.
سوفاوكي جاب أراض بولندية بين روسيا البيضاء وجيب كالينينغراد الروسي، منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة لكونها تعزل دول البلطيق عن بقية دول الحلف. على هذه المنطقة الفاصلة يحشد الناتو قواته جاعلاً منها مسرح عمليات في مسعى لمحاكاة العمليات الروسية. قوات تابعة للناتو تجري مناورات بهدف تعزيز حماية أمن الجناح الشرقي للحلف، وفي جزء منها تدريبات تم إعدادها بناء على خبرة تقول وارسو أنها اكتسبتها من مراقبة معارك أوكرانيا. التدريبات تحت مسمى تومك 22 تضم 2000 جندي من القوات البرية والجوية، وتشمل أكثر من 1000 قطعة من معدات الدعم القتالي والدعم اللوجستي. نحن نعزز بقوة وجودنا في شرقي الحلف، ونضع مئات الآلاف من القوات في حالة تأهب قصوى، مدعومين بقوات جوية وبحرية كبيرة. الحلف ملتزم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل. حالة من الارتباك يعيشها الناتو لشعور قادة دوله بحجم الخسائر من تبعات حرب أوكرانيا بعد تصاعد حدة الخلافات بين القطبين الأوروبيين فرنسا وألمانيا، نظراً لاختلاف المصالح ووجهات النظر حول كيفية إيجاد مخرج من أزمة الطاقة التي تزداد تعقيداً في محاولة لتخفيف أعباء الحرب الأوكرانية ونزيفها المالي المستمر. النزاع في أوكرانيا سيشكل مشكلة جدية بالنسبة لألمانيا وفرنسا هذا الشتاء بسبب الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية. ألمانيا وفرنسا تقدمان المساهمة الحاسمة في تجنب الانقسام الاجتماعي وتعزيز قاعدتنا الاقتصادية. كل المجريات تشير أن الأوروبيين باتوا يشعرون بعمق الحفرة التي جرتهم إليها واشنطن في أوكرانيا، والتي استنزفت سيلاً من الأموال والأسلحة، وها هي تتحول اليوم ورقة ابتزاز بيد زيلينسكي، والذي يتعين عليه التزام الطاعة للمراوغة مقابل إصرار موسكو مواصلة روسيا تحقيق أهدافها بتأكيد من فلاديمير بوتين. نشرت الدفاع الروسية مقطعاً لمروحيات 135 الهجومية خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية الخاصة بأوكرانيا، وبحسب الوزارة تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر تدمير مواقع القيادة المموهة والعربات المدرعة للقوات الأوكرانية وغيرها من الأهداف العسكرية. نشرت الولايات المتحدة طائرات مسيرة من طراز MQ-9 ريبر في قاعدة جوية بمدينة لاريسا الواقعة شمال وسط اليونان، وبحسب البنتاغون أعيد نشر الطائرات المسيرة مع معداتها وأفرادها في القاعدة منتصف الشهر الجاري، وذلك لمدة عام واحد بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين. وفي تعقيبه قال الجيش اليوناني إن نشر الطائرات يأتي ضمن جهود تحسين التعاون مع القوات الحليفة ولضمان المساهمة في دعم القدرة التشغيلية البينية والردع لحلف الناتو. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حماية منشآت البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز باتت أولوية لأمن أوروبا القومية. وبحسب الصحيفة تراقب سفن وطائرات حربية ومسيرات خطوط الأنابيب ومنصات الحفر البحرية، فيما تم نشر قوات خاصة في منشآت النفط والغاز. وكثفت شركة الطاقة الخاصة إجراءاتها الأمنية، هذا وأشارت الصحيفة إلى أن الناتو عزز وجوده في بحر البلطيق وبحر الشمال بعد التخريب الذي طال أنابيب السيل الشمالية. وافق وزراء الداخلية الأوروبيون على خطط عمل لمنع تكرار أزمة سفينة إنقاذ المهاجرين أوشن فايكينغ التي أثارت خلافا بين فرنسا وإيطاليا قبل أسبوعين. تقترح خطة العمل الطارئة تعزيز التعاون مع دول كتونس أو ليبيا أو مصر، وتحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات غير الحكومية المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر. غضب باريس واتهامات روما كلها إلى تصاعد بعد مرور أسبوعين على الأزمة بشأن سفينة أوشن فايكينغ. وزراء الداخلية الأوروبيون يعلنون الموافقة على خطة عمل سعيا إلى عدم تكرار هذا الوضع. الاجتماع الذي عقد بطلب باريسي يأتي في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما
حول أوشن فايكينج التي كان على متنها 234 مهاجراً، والتي رست في نهاية المطاف في فرنسا بشكل استثنائي بعدما رفضت الحكومة الإيطالية اليمينية استقبالها. وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمينيان لدى وصوله اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل أكد أن بلاده لن تستقبل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا ما دامت روما لا تحترم قانون البحار. حقيقة أن هذه القمة تعقد بعد أيام عدة من وصول أوشن فايكينج في ميناء تولون تظهر قبل كل شيء أن فرنسا تسمع وأن أوروبا أخذت على عاتقها مدى خطورة الوضع. خطة العمل الطارئة التي عرضتها المفوضية الأوروبية تقترح 20 إجراء، الهدف منها خصوصا تعزيز التعاون مع دول مثل تونس أو ليبيا أو مصر من أجل منع عمليات مغادرة المهاجرين غير النظاميين من أراضيها وتكثيف عمليات ترحيل هؤلاء المهاجرين، وتنص على تحسين التنسيق بين الدول والمنظمات غير الحكومية المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحار. مارغريت شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية دعا الدول الأعضاء إلى الدفع بالمفاوضات المتعلقة بالإصلاحات في ملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ أكثر من عامين. نحتاج إلى إطار واحد يستند إلى قانون الاتحاد الأوروبي على أساس قيمنا ومبادئنا، وهذا مطروح على الطاولة. هناك أمل ينتظرنا. لطالما شابت العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي خلافات بشأن من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من المهاجرين غير النظاميين على متن قوارب متهالكة أو عبر البر هربا من الفقر أو الحرب. أدى الرئيس الكازاخستاني المنتخب قاسم جومارت توكايف اليمين الدستورية في قصر الاستقلال بالعاصمة أستانا ليتولى رسميا منصب رئيس كازاخستان. هذا وكانت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان أعلنت فوز توكايف وحصوله على أكثر من 81% من الأصوات. بوساطة من النرويج تستأنف المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة السياسية المنقسمة في العاصمة المكسيكية، وذلك لتوقيع اتفاقية اجتماعية. هذا ويمكن أن تخفف الاتفاقية من العقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا مع تعزيز نشاط شركة شيفرون العملاقة للنفط في قطاع الطاقة في البلاد، فيما سيتيح الاتفاق تحرير موارد فنزويلا المجمدة في الخارج من أجل تمويل مشروعات اجتماعية وتعزيز نظام الصحة العامة والبنية التحتية للمدارس وشبكة الكهرباء. حذر المدير العام للوكالة الدورية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من خطورة الوضع في محطة زاباروجيا للطاقة الذرية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. لأول مرة في التاريخ فقدت محطات الطاقة الذرية الأوكرانية الخاضعة لسلطة كييف الوصول إلى إمدادات الطاقة الخارجية في يوم واحد. أحرزنا تقدما في المفاوضات حول إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، ومع ذلك لا يزال من الصعب التوصل إلى اتفاق. تذكير بالعناوين: الاحتلال الأمريكي يقر باستهداف قاعدته في منطقة الشداد بريف الحسكة. أمي ملة إيران مبارك. السيد علي الخامنئي: مخططات الولايات المتحدة لاستهداف سوريا باءت بالفشل. بحماية الجناح الشرقي من الناتو تدريبات بمشاركة واشنطن في بولندا. مشاهدينا هذا كان كل ما لدينا، شكرا للمتابعة.